قال أحد السلف: تأملت في جماع الخير، فإذا الخير كثير، الصلاة والصيام وغير ذلك، وإذا كل ذلك بيد الله، فأيقنت أن الدعاء جماع كل خير. ولهذا من وفق صدقا للدعاء فقد وفق للخير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لأن الله تكفل بإجابة من دعاه وصدق في الالتجاء إليه سبحانه وتعالى، فهو لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه.